يا بزر دي كانت سعيدة ترصدني في نص الشارع بالليل، معرفش حتى دافع عن نفسي. يا عم ما تشتي لك مطوى قرن ولا الشيخ خنجر، اشمعنى عن الفرد بتاعي؟ يا بزر ما بعرفش افتح انا مطاوع يا بزر. بعدين فرد اللي هيبة كده لما بيطلع الدنيا بتلم في ثانية. عندك حق، انت هتتأخر جامد يعني؟ يعني انا عندي فرع بس ممكن يطول، وممكن يعني ارجع في نص الليل. اه طبعا، ونص الليل هو ده الوقت اللي سعيد وقلاديشو بيقعدوا فيه على نصة الحارة وبيرازوا في اللي رايح واللي جاي. شفت؟ يعني من حقق لا مش كده ولا ايه؟ هيروح مني تاني. يا ابني قلت ايه؟ يا عم خمسة تفكير. ما تخلص بقى يا بزر. هتدوني ولا لا؟ ماشي، بس على شرط. هطلب منك طلب وهشوف انت هتطلع قد ولا مش قد. يا عم اخلص، عايز ايه؟ الفطار بكره عندك. موافق. وعايزه يبقى فينو مش بلد. واجيب لك لانشو. وعايز سكالانش. يا عم اخلص بقى، هجيب لك اللي انت عايزه. ماشي. حبيب قلبي توحشني. يا عم هو رجع لك تاني. خلي بالك منه، عشيه كويس. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.